إذا وجد الإنسان مالا وفيرا وأخذه. إذا إيش؟ يقول إذا وجد الإنسان مالا وفيرا وأخذه فكان معه سنين، فهل عليه صدقة أم لا؟ عليه زكاة يعني؟ نعم؟ إيه نعم كذا يبدو. إيه يزكى لأنه على ملك صاحبه فيزكى، إذا وجده صاحبه وأعطي له حسب السنين اللي مرت عليه. لا، هل يعتبر من المال الضايع؟ ما عليه زكاة إلا في السنة التي قبضه فيها، السنوات اللي كان ضائعا فليس عليه زكاة، لأنه ما يدري يجي ولا ما يجي، فلا عليه زكاة إلا السنة التي يقبضه فيها. نعم.